فبالتالي انت عايز تجاري الناس، يعني بدل ما على طول في نص ملعبك يا كابتن حماده لازم تنقل الموضوع عندهم النص الثاني. هو ده بيعتمد بشكل كبير جدا على الثلاثه اللي تحت مروان موسى. وليد بيلعب من عمق الملعب، اكيد طبعا عليه رقابه من كلوبالي اكيد، يعني انا لو مدرب ترجع اقول لي اخسر. استاذنك اطمن على البعثه هناك، ده مهم جدا، اطمن على بعثتنا هناك من كريم احمد. كريم 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 كريم، يعني اخبار هنا واخبار عماله تجيلنا على تليفوناتنا، يهمنا نطمن بغض النظر عن اي حاجه، نطمن على هشام محمد، نطمن على اتوبيس النادي الاهلي، طمنا هل في حاجه ولا الدنيا ماشيه كويس؟ والله يا كابتن سيد، يمكن من خروجنا من فوق الاختبار بشكل كويس جدا، التامين كان زي العاده، وصلنا للملعب، مجرد ان احنا وصلنا للملعب كان في تجمع جماهيري طبعا امام الملعب، واحنا طبعا كالعاده قناه الاهلي بتطور الطريق، بتطور الاتوبيس، وبقينا شفنا ازازه بتتحدف من بعيد كده متجهات على الارض، ماشي الاتوبيس دي شكلها فتره الجزاز، وهشام محمد فعلا اتعور، لكن يمكن احنا اتعزلنا بشكل كبير جدا عن الفريق، مجرد ما دخلنا الاستاد الاعلان باب والنادي ليه باب، حاولنا ان احنا نخش مع فريقنا كالعاده، واحنا كل ما بيجي استاد رد بنخش مع فريقنا، بنخش لغايه اوض اللبس، وبعد كده بنبدا نوزع على مقصوره الاعلام او المكان المخصص لينا، للمره دي يمكن ده الامر مختلف، مجرد ما جيت النادي الاهلي دخل في المكان المخصص ليه تم منعنا، نمنع حتى المترجمين على فكرنا على اساس ان احنا نخش مقصوره الصحفيين، يمكن الاخبار ابتدت تتكلم زي ما بتشوف الكابتن سيد، احنا معذورين بشكل كبير عن فريق النادي الاهلي، لكن من الواضح هشام محمد شفناه كان لابس الجاكيت الرمادي، هو كان جاي طبعا لابس لبس العادي، لكن هشام محمد واحمد فتحي باكد عليهم لابسين نفس الشيء اللي بيرتديه النادي الاهلي باستثناء احمد فتحي، ما بتلاقيش احمد الشيخ اسف هو اللي ما ارتداش الترنج المعتاد بتاع النادي الاهلي، لكن هشام محمد يمكن واضح ان هي فيها بعض الغرز كده، الصور اللي انتشرت دي حاولنا ان احنا نتاكد من الناس اللي متواجده معانا ان هي تخش اوضه اللبس وتسال وكده، لكن يعني اتمنى الجو العام هنا طبعا يمكن جمهور الترجي بشكل كبير يمكن مالي الاستاد، الامور هنا يمكن فيها حماس كبير جدا، بنتمنى كابتن سيد ان شاء الله المباراه تخرج بالشكل العام اللي هو يليق بالمحترفين، ويستنى ان احنا يعني خبر صحيح، خبر هشام محمد ده خبر صحيح اللي احنا يا كابتن سيد يعني متاكدين منه ان ده كان فعلا في الاوتوبيس، والدكتور خالد محمود حتى كان يمكن هو اللي كان بيخيط له الجرح اللي هو اتصابت فيه كمان، يعني يمكن احنا مش عايزين نوصل الدنيا شويه، لكن يمكن كان المفروض ان احنا غير توتر بقى ولا حاجه، بس الصوره بس ماشي يا كريم، شكرا جزيلا. في حاجه ثانيه يا كريم؟ لا ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله يا كابتن سيد ان شاء الله. اوكي معين الشعباني، انت كنت زعلان على 25 دقيقه اتاخرتهم في الاتوبيس، احنا مش عايزين نتكلم على حاجه دلوقتي، خلي الماتش يعدي بسلام كده وربنا يقدم في الخير، لان العلاقه اكبر بكتير جدا من مباراه كره قدم، لكن في النهايه انت كنت زعلان ومقموص على 25 دقيقه او 20 دقيقه اتاخرتهم بالاتوبيس، يعني ده ايه؟ ده الاوتوبيس، بيتكسر قدامنا، وعندنا شويه صور كمان يعني متوثقه، والاتحاد الافريقي هيبقى في اجازه من بكره انا عارف، فعلى العموم ده هشام محمد، يعني الكلام ده ما يصحش، ابدا، هنعتبره يعني تصرف فردي، لحد ما نشوف الدنيا ماشيه ازاي، احنا مش من هواة تسخين الامور ولا تهويل الامور، لكن احنا رايحين نلعب كوره في ارضنا وفي بلدنا اللي هي تونس، بنحبها وبنقدرها وبنحترمها، وانتوا زي ما جيتوا هنا معززين مكرمين ودايما علاقاتنا بيكم في احسن صوره واحسن شيء، فاتمنى يا رب ان المباراه تخرج بمنتهى السلامه ومنتهى الامان باذن الله. ده تصرف من تصريح مسؤول، لما انا كمسؤول